تبارك الله عليك المقدم محمد بن الزودو. تبارك الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ سعيد رئيس جامعة لبنان والجمعية الطبية السلام عليكم. هذا المعرض كيعرف الدور الأولى ديالو في التاريخ ديال هذه الجامعة الفتية. جماعة اللي عندها مؤهلات طبيعية واقتصادية وفلاحية. طبيعية عندها 19 كيلومتر ديال محاسبة، هذا هنا هي الموارد الفلاحية ديالها، تعرفوا بالطبقة الأولى من حيث الإنتاج الفلاح، الليمون في شتى أنواع ديال الفلاحة. لهذا بين تكون خاطرة نهضة ديال هاد الجامعة كما قلت سابقا الفتية. الطموح ديالنا يعني كبير بزاف، لهذا خدينا على عاتقنا باش نتحملوا هاد السياق ديال هاد التنمية، كنقولوا التنمية المستدامة ديال هاد الشعار ديالنا، التنمية من أجل المستقبل، الشعار ديال هاد الدورة. وشكرا. شناكم جبتوا بزاف المدارس ديال الفلاحة هنا كيأثروا الفلاحة، واش الهدف ديالكم هو التنمية ديال الفلاحة بصفة خاصة والتنمية ديال الجماعة بصفة عامة؟ هاد المدارس اللي حضروا هاد الورشات الهدف أول هو التكوين، لأن كما قلت لكم المنطقة ديال الجامعة ديالي غنية بالغطاء ديالها الفلاحي والتنوع ديالها، الأنشطة الفلاحية متنوعة على شتى المجالات. لهذا درنا عدة ورشات، ورشة هنا كاين واحد الورشات، ورشة ديال التمليك الحماية الاجتماعية، ورشة ديال النباتة الطفيلية، ورشة ديال تقنية الزرع بالدرون، عندنا ورشة ديال التجميع الفلاح. لهذا هو الضوء ديالنا، إبراز تكنا على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الجهوي. هذا معرض جهوي يتضم أكثر من 140 شركة جاية من مختلف أنحاء الجهة اللي تتعرض المنتجات ديالها، المنتجات يعني كي تنقولوا حنايا التربيه المجاليه. لهذا هو الضوء ديالي اللي ان شاء الله ربي كنطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا باش يبقى مستمر هذا المعرض من سنه الى سنه اخرى. وتنشكر جميع المنابر الاعلاميه اللي جات تساهم في تنوير هذا المعرض واعطاء قيمه مضافه، ولما لا يبقى هذا المعرض مستمر الى ما لا نهايه. وشكرا لجميع المنابر. السيد الرئيس والناس كيجيو من عده مدن، شنو سيدي خاصه من كناس فاس؟ بالنسبه عروض ديال الفروسيه هناك عده فروق تشاركين من فاس، الكونات، الوزان، من سيدي علي التازي، من القصيري، من مكناس. لهذا حيت هو هذا المعرض خدا واحد البعد جهوي، ما بقاش عنده بعد اقليمي، ولا عنده بعد جهوي اللي شاركين فيه عده فروق على الصعيد مناطق المدن والاقاليم المجاوره. لهذا ان شاء الله هذا هو الطموح ديالنا، لكن حنا الدوره الاولى حنا نتمنى الموقع العام المقبل ان شاء الله نزيدوا نوسعوا القاعده ديال الناس المساهمين ولا الناس اللي غايجوا ياثروا. هذا هو الامل ديالنا. وشكرا لكم. شكرا سي تريس. شو جوا؟ سلامة كريمة. الرئيس النشيط جدا الاخ سعيد بوشيخي، صراحه انا تفاجئت
الجنوبيه في المنطقه ككل، واكيد غادي يكون عندها واحد المردود على المستوى الاقتصادي والفلاحي، وخاصه ان تكنا والجماعات القرويه المحيطه بها واقليم سيدي قاسم ككل فهو اقليم الطابع الاقتصادي ديالو تنبني على الفلاحه، وحنا محتاجين على مستوى الجهه على مستوى اقل الجهه يكونوا مهرجانات بهذا الشكل هذا، تعريف بالمنتوج وتعريف المنتوج الفلاحي على مستوى الاقليم سيدي قاسم. ومنين نعطي واحد الاشاره ان الجهه كما تلقوا كثير رفضت واحد التحدي قوي اللي هو تقليص الفوارق المجاليه على مستوى الاقاليم الجهه السبع، وكانت واحد الاهتمام خاص باقليم سيدي قاسم باقليم سيدي سليمان واقليم حميزات، واقليم سيدي قاسم كان عنده واحد الاهتمام خاص، ولاحظتوا ان جميع الانشطه التنمويه على المستوى الجهوي تتكون الانطلاقه ديالها انطلاقه من اقليم سيدي قاسم، وهذا فيه اشاره قويه لاهميه الجهه اللي عطيها هذا الاقليم اولا، ولخصوصيه اللي تات في هذا الاقليم ثانيا، وللمكانه اللي كاينه لهذا الاقليم على مستوى الجهه على عده اعتبارات، الاعتبار الاقتصادي ديالها لانها قوه فلاحيه بامتياز، والاعتبار الثاني هو الاعتبار البشري ان كثافه امكانيه مهمه، وربما هي الثانيه على مستوى الاقاليم السبعه ديال الجهه. اذا هذا المهرجان جا وقته، وخاصه هذه مده ديال 3 سنوات يعني النتيجه ديال كورونا.